أهلا أهلا، وصفة جديدة من وصفاتي معكم. راح نسوي صامولي بدقيق البر. يلا مع بعض نبدأ. راح نبدأ بالبداية، نفعل الخميرة بحوض العجانة. راح أضيف كمية الموية وتكون دافية، مو حارة، دافية. راح أضيف لها الخميرة ونضيف لها كمية العسل وزيت الزيتون والحليب البودر. بعد ما تفاعلت عندي الخميرة تقريبا 5 دقائق، حاول البتشانة ونبدأ نضيف كمية الملح والزيت الجديد. لينة لكن ما تلزق باليد. برجعها الآن وخليها على وضع التخمير 38 دقيقة. بعد نص ساعة نزلتها على سطح مستوي ورشيت تحت نخالة. العجينة خيالية. الحين قسموها الحجم اللي أنتم تبونه. بشوف أنا كم تطلع معي، بس يمكن تطلع 10 أجزاء تقريبا. بقطعها وارجع لكم. ناخذ الآن كل جزء وعلى النخالة نحاول نلممها بهالشكل. أخلص الكمية كلها وأتركها ترتاح تقريبا 5 دقائق. نبدأ أفرد تختوخاتي صامولياتي. طبعا رشيت تحت النخالة، بإمكانكم من غيرها بس أنا أحبها وما يحتاج فرادة. تبين تفردين افردي، بس الطبطبة باليد أحسها بالصامولي أفضل. حاولي انك ترقينها لحد ما توصل لكذا، شايفين؟ وبعدين لا ما تكلمه، وبعدين نبرمها بهالشكل ونحاول نضبط الجوانب وعلى الصينية. راح ندهن الوجه بخليط صفار البيض مع شوية حليب، ولا تخافون ما راح يكون فيه ريحة اطلاقا. وبعدين اي حبوب انتم تفضلونها، اي حبوب براحتكم. تعالوا ندخل صينيتنا وبعدها اعلمكم عن الفرن. شوفوا يا بنات، أنا دائما أكلمكم عنه. حلو، شوفوا يا بنات، توعدكم دائما أكلمكم عنه وأقول لكم مستحيل أستغني عنه بمطبخي. يعني لو أقول لكم يمكن 90% أغناني عن الفرن، ما عاد أشغل الفرن إلا بشديد القوي، على الله ثم عليه. حتى العاملات تعلموا عليه وصار مرة سهل. استخدمت قلاية واستخدمت فرن وأجفف فيه الخضار، كل شيء، صواني الكيك، الدجاج، الخضار، اللحم، كل شيء، كل شيء بلا مبالغة. سهل جدا. اللي هنا جالسين بس وش قلتها يعكس هنا، تبي تحصلي الشاشة حقتها هنا، شفتوا الشاشة هنا كلها تطلع لك الخضروات، التسخين تبينها من فوق ولا من تحت، بسكوت، لحم، بيتزا، وجبات خفيفة، حتى البطاطس قلي وحفظ للحرارة. يعني تخلصين ويحفظ لك الحرارة، يفك لك التجميد زي طريقة الميكروويف، يخمر ويجفف دجاج ويشوي لك تسخين علوي وسفلي بنفس الوقت، وفيه معه عدة صواني بوريكم إياها. اللي يعجبني فيها بنات اني انا احط الشيء، يعني مثلا زي الخبز وخلاص يطلع لي خيار المخبوزات، ويختار الوقت والدرجه وكل شيء. يعني حط مثل قوله تزهليها انت، بس روحي. كل هالملحقات تجي معه، الشبوك كلها تجي معه. الصينيه هذه مفتحه، هذه ممكن انك تشوين الدجاج او اي مشويات. هذه مره تسهل لك انك تطلعين اي صينيه. بسم الله.
وهذه اذا كنتي تبين تسوين شيش طاووق، انا احب اني اضفها كلها كذا ببلاستيك علشان ما تتضايع. وعندي هذه القطع حقت لو تشوين دجاجه كامله، ضمانه طبعا 3 سنوات، يسوي لك كل اللي انا قلته واكثر بعد.